وللوقوف عند التطورات الاحتجاجية في إيران ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية الدكتور سنابرق زاهدي. دكتور زاهدي، مرحبا بكم. يعني الأخبار تتحدث ومن مصادر إيرانية تتحدث عن 3700 معتقل في التظاهرات، قتل منهم 5 تحت وطأة التعذيب. دكتور، إلى أين تتجه بوصلة التظاهرات في إيران؟ نعم، تحياتي لكم وإلى جميع مشاهدي قناة الرافدين. الأرقام التي أشرتم إليها صحيح، أن أحد نواب المجلس أعلن نقلا عن المصادر الأمنية أن 3500 شخص اعتقل، لكن نحن تعرفون يعني قبل 5 أيام نحن أعلننا أن اعتقال 3000، أكثر من 3000 شخص. ومنذ ذلك الوقت حتى الآن نحن نعمل عملية استقصاء من مختلف مناطق إيران حتى نحصل على الأرقام النهائية. بالتأكيد الأرقام النهائية أكثر من ذلك بكثير، لأن المظاهرات كانت عمت كل أرجاء إيران. 139 مدينة كانت ساحة المظاهرات. فعلى ذلك، وأيضا كما أشرتم صحيح أن هناك 5 أشخاص قتلوا تحت التعذيب، استشهدوا تحت التعذيب، كما أن أكثر من 50 شخص أيضا قتل أثناء المعارك والمظاهرات. المهم أن هذه المظاهرات قبل كل شيء جاءت للتعبير عن السخط والغضب الشعبي العارم والعام من ممارسات تصرفات هذا النظام. ولأن حقيقة هذا النظام لم يعمل لصالح الشعب الإيراني، لم يهدي للشعب الإيراني سوى الصقر والبطالة والغلاء والإدمان والدعارة وكل من المساوي الاجتماعية والاقتصادية. أكثر من نصف أبناء إيران يعيشون تحت خط الفقر. هناك بعض الأمهات اللواتي يبيعن أطفالهن بسبب سوء المعيشة. يعني ظواهر لا تصدق في ظل نظام ولاية الفقيه، نظام الفارشية الديني الذي يعمل فقط بفعل القمع والحد والنار في الداخل الإيراني، ويعمل ويصدر الحروب والإرهاب والحروب الطائفية إلى مختلف الدول، من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى اليمن وإلى الدول الأخرى. فهذا النظام، الشعب الإيراني جاء إلى الشارع ليقول أنه لا يريد استمرارية هذا النظام، يريد إسقاط هذا النظام. أعتقد أن هذا هو القدر المحتوم لهذا النظام، يجب أن يسقط وسيسقط إن شاء الله. لأننا نحن في المغامرة الإيرانية التي أنتم تعرفون منذ 25 عاما كنا في خندق النظام ضد النظامين التسريين، نظام الشاه ونظام الملالي. قدمنا في هذا المسار أكثر من 100,000 شهيد، وطبعا لدينا كل الإمكانيات، يعني الإمكانيات الإنسانية طبعا. دكتور، حقيقة نستثمر وجودكم معنا، لكن دكتور سنابرق، تعتقد يعني أن التدخل الأمريكي على خط التظاهرات والاحتجاجات في إيران خدم هذا الحراك أم على العكس من ذلك دكتور؟ أنا أعتقد أن المهم أنكم تعرفون أن إيران شهدت سابقا أيضا انتفاضات كما حدث في عام 2009. آنذاك كان أوباما تماما وقف بجانب خامنئي وأحمدي نجاد آنذاك، وطبعا لم يحرك ساكنا، بالعكس وقف مع النظام القاتل الحاكم في بلدنا. هذه المرة اختلفت شوي الصورة، لكن ليس معناه أننا يمكننا أن نعتمد على السياسة الخارجية ولا الآخرين، لا. المهم أن أبناء الشعب الإيراني يريدون إسقاط هذا النظام. هذا هو العامل من ألف إلى الياء ومن أول إلى المئة. هذه طبعا إذا كانت الحالة الدولية مؤاتية لهذا التغيير مهم، لكن ليس له أهمية أساسية. الأهمية الأساسية لأبناء الشعب الإيراني وهذا الشعب كما قلت. طيب دكتور، دكتور سنابرق، يعني السيدة مريم رجوي في مقالة لها في صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية يعني طالبت صراحة بإقامة جمهورية حقيقية على أنقاض النظام الإيراني. باختصار لو سمحتم، ما شكل هذه الجمهورية التي تسعون إليها دكتور؟ نعم، كما تعرفون نحن في المقاومة الإيرانية لدينا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
الذي يعتبر البديل الديمقراطي الشعبي الوحيد للنظام الحاكم في إيران. هذا المجلس له خطوط عنيفة صادق عليها خلال هذه السنوات في مختلف المجالات، في مجال ضرورة توفير الحقوق الأساسية والحريات الأساسية لأبناء الشعب الإيراني، كما أن هذا المجلس صادق على مشروع حول تساوي أو مساواة حقوق المرأة والرجل في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. أيضا هذا المجلس صادق على مشروع للحكم الذاتي لكردستان الإيرانية، وهذا المشروع سيعم كل الأقليات والشعوب الإيرانية في مختلف أنحاء إيران، كما أن هذا المجلس صادق على مشروع للسلام مع والسلام والهدوء مع كل الجيران. فعلى ذلك للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مشاريع محددة لإيران المستقبل، إيران الغد إن شاء الله، الذي نعم. سيكون التي ستكون إيران حرة ديمقراطية مسالمة مع وستنهي كل هذه المساوئ والويلات التي جاءت بفعل نظام ولاية الفقيه، كما أشرت في البداية، النظام الفاشي الديني الذي لا ليس لديه إلا القمع في الداخل والحروب والإرهاب في الخارج. من باريس، رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية الدكتور سنا برق زاهدي، شكرا جزيلا لكم.